مساء النور، مرحبا بكم من الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نحكيو فيها على الترجي، على الافريقي، على النجم الجزائري الساحلي، على بيع التذاكر، على مباراه تشامبيونز ليغ، وعلى الفريق الفرنسي اللي خدا 50,000 أورو بعد ما الكوت ديفوار ربحت كاس افريقيا. ولكن البدايه من فرنسا، من خبر ريجينا من فريق لوريون. حسب الموقع ويست فرانس القريب ياسر من نادي لوريون، فانه منتصر الطالبي عمل اليوم عمليه جراحيه، ومفروض يكون عمل عمليه جراحيه على كتفه اليسار باش يغيب على اثرها لفتره تمتد لشهرين، يعني 8 أسابيع حسب الموقع، حسب موقع ويست فرانس. فريق لوريون الى حد الان مازال ما اعلن حتى شيء، ما خرج حتى بلاغ رسمي، ولكن المعلومه الثابته ما انه الاصابه كانت تختير. الحقيقه كان دويل ما بين منتصر الطالبي والمهاجم الهولندي ايميغا خلال مباراه جمعة لوريون بستراسبور نهار الأحد اللي تعدى، وفات بفوز لوريون 3-1، ولكنه في الأخير خسر خدمات المدافع منتصر الطالبي، وإحنا زاد خسرنا معاه خدمات المدافع منتصر الطالبي، باش يكون بصفة كبيرة وبنسبة مؤكدة تقريبا 100% غايب على مباريات المنتخب الوطني في شهر مارس القادم. تمنيتنا بالشفاء العاجل لمنتصر الطالبي. نرجع لتونس واخبار المنتخب، اخبار الفرق، ولكن قبلها اخبار انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم خلال اجتماع الهيئه المستقله للانتخابات تم قبول ترشح قائمه المرشح جلال القيا بعد استيفاء كل الشروط وتقديم رئيسه لكل الوثائق المنقوصه. في المقابل تم رفض قائمه وسام الطيفه. تفاصيل الكل ناخذوها من السيد احمد كندارا في تصريحه لموزايك، وهو رئيس الهيئه المستقله المشرف على انتخابات الجامعه التونسيه لكره القدم. تقرر قبول قائمة السيد جاري بن دقية، كما تقرر عدم قبول قائمة السيد وسام بالطيف. قدم فما وثيقة ناقصة، هي بطاقة عدد 3 لأحد المترشحين فقط. لو عنا زوز مترشحين لرئاسة الجامعة، سيد ماهر بن عيسى والسيد جلال بن دقية. الخطوة القادمة أنا مش راضي بأي قرار بالنسبة اللي صدرته الهيئة المستقلة الانتخابات، بإمكان الطعن في قراراتنا أمام اللجنة الوطنية للاستئناف. هذا أحمد كندارا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات. كنا زاد سألناه على القضية اللي تم نشرها من طرف هلال الشاب والمحامي طيب بالصادق حول إيقاف المسار الانتخابي، واللي حسب ما علمت موزايك كونه دار استعجالية 16 بالمحكمة البدائية بتونس قررت تأخير النظر فيها لنهار 27 فيفري. هذا تعليق وأول تعليق الحقيقة من الهيئة المستقلة للانتخابات، من نسمعوه من السيد أحمد كندارا في ميكرو موزايك أفهم. أنا محامي وما نجمش نعلق على قضية منشورة في المحكمة. وقت يصدر قرار تاع المحكمة يمكن نناقشه، أما مدوب القضية منشورة في المحكمة نحترم نفسي ما نناقش حتى قضية منشورة من المحكمة. نرجعوا للكرة في التيران. تذاكر مباراة الملعب مباراة النجم الرياضي الساحلي اللي باش تجمعوا به الترجي التونسي ضمن الجولة الخامسة من رابطة الأبطال الإفريقية تبدأ تتباع غدوة الأربعاء وتتواصل حتى لنهار المباراة 24 فيفري في مقر النادي بشارع محمد القروي في سوسة، ومسرح لواء الطلق سيدي الظاهر في سوسة من 9 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية. وزاد في بقية نقاط البيع الخاصة بخلايا النجم الرياضي الساحلي الأسعار في راج 20 دينار، بلوز 25 دينار، أونسانت سوبيريور 30 دينار، أونسانت انفيريور 35 دينار، تريبين دونور 50 دينار، وبالطبيعة اللوج 16 تذكرة 1200 دينار. وبالنسبة للزابوني زاد عندهم حسب بيان النجم الرياضي الساحلي منين يدخلوا بالضبط، أنهم ليبورت اللي يدخلوا منهم. ذكروا كونه النجم الرياضي الساحلي عنده 5560 مشترك. النادي الافريقي اثبت الفحوصات الطبيه كون متوسط الميدان احمد خليل يشكو من اصابه عضليه، وما يعني كونه من المستبعد جدا كونه يكون حاضر في مباراه الدريمز الغاني، وبالتالي نجم ما يسافرش مع الفريق نهار الخميس. يسافر الفريق نحو الدار البيضاء من ثم الى اكرا ومن ثم كوماسي، وين يلعب نهار الاحد ضد فريق دريمز الغاني. وغدوه باش يكون الموعد مع الندوه الصحفيه الاولى لمنذر الكبير كمدرب للنادي الافريقي. ديما اخبار انديتنا، النادي راس فيقس يتحول اليوم لسوسه للدخول في تربص مغلق يمتد حتى نهار السبت المقبل بمنطقه القنطاي. وجه الاطار الفني الدعوه ل 28 لاعب من بينهم اربعه حراس مرمى، وغاب على الاستاج هذايا بشا والمهذبي لاسباب صحيه. والنادي راس فيقس باش يعمل مباراه وديه مع امال حمام سوسه نهار السبت ماضي 3 متاع العشيه، مساعتين متاع العشيه في ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسه. في النادي الرياضي بنزرتي فحوصات الطبية أثت تعرض المهاجم الجزائري عبد الرؤوف العثماني الإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة. نهاية الموسم بالنسبة للمهاجم الجزائري هذا كان أساسي في مباراة اتحاد بنقردان، وكان خرج في الدقيقة 56.
كليرمون فوت صاحب المركز الاخير في الليغان باش يحصل على 50000 اورو. مين باش يجيو ال 50000 اورو هذوما؟ من العقد اللي امضاه امرسيفاي مع امرسيفاي مدرب الكوت ديفوار الجديد. كيفاش العمليه صارت؟ هو كان مدرب لكليرمون فوت الفريق الثاني لكليرمون فوت وقتها. الاتحاد الايفواري لكره القدم بطلب من جون لوي غاسي قال نحب يكون معايا مساعد مدرب. وقتها في لي ديسكوسيون اللي صارت في جوان 2022 قالوا باهي هو مرتبط معنا بعقد حتى جوان 2024 لكن تنجموا تاخذوه بثلاثة شروط. الشرط الاول يلعب مباراة ودية ضد كليرمون فوت في فرنسا وتكون العائدات لكليرمون فوت تجمع منتخب الكوت ديفوار بكليرمون فوت والا باي منتخب اخر مهم تكون تتلعب في فرنسا والمداخيل للفريق هذا. ياخذوا 25000 اورو اذا كان الكوت ديفوار تهز الكان وهذا اللي حصل، وياخذوا 25000 اورو اذا كان امرسيفاي يولي مدرب الاول للمنتخب نتاع الكوت ديفوار وهذا ما حصل. وبالتالي 50000 اورو الحقيقه اللي عمل نيغوسياسيون قوي ياسر في مخه. ومادام نحكيو على الكوت ديفوار المدرب السابق جون لوي غاسي فانه تم اليوم تعيينه كمدرب اول لاولمبيك مارسي. نختموا بالنتائج، ثم ثلاثة مباريات. خلينا نبداو بمباراة البريمير ليج. مانشستر سيتي متقدم بعد 86 دقيقة على برينتفورد في البريمير ليج 1-0 هدف إيرلينغ هالاند. وفي الشامبيونز ليج نبداو بالانتر في جوزيبي ميازا. الانتر متعادل بعد 54 دقيقة امام اتلتيكو مدريد في الدور الثمن النهائي، ذهاب الدور الثمن النهائي من الشامبيونز ليج دون اهداف. وفي المباراة الثانية بوروسيا دورتموند متقدم بهدف لصفر امام البي اس في ايندهوفن في الفيليب ستاديون في ايندهوفن. شكون سجل هدف؟ اللاعب السابق واللي تكون في بي اس في، نحكيو على دانييل مالان. النشرة هذه وكل اخبارنا الرياضية تلقاوها على موقعنا موزايكا فام.net.